ريكورد ماشي. فازاي نحل بقى المساله دي بتاعت التريسنج؟ خلينا نشوف. انا بقى في الاول خالص بقول ان جي اول مره بقيمتها بتساوي 1، ومفروض القيمه النهائيه بتاعتها ما تزيدش عن الخمسه، يعني خمسه اخر قيمه ليها، لانه قال لك ان جي اقل من او تساوي 5، والجي بلس بلس، بس هو مش هيزود الجي، مش هيخليها تساوي 2 الا لما ينفذ اللي جوه اللوب اللي هو جوه ال 4K. فيجي دلوقتي في ال 4K يعمل ايه؟ هيقول 4K بتساوي جي، يبقى الكي بتساوي كام في الاول؟ هتساوي 1. بس خد بالك ان التيرمينيشن كونديشن بتاعه هنا بيقول التيرمينيشن كونديشن بيختار ان كي اكبر من او تساوي 1. فهي هل كي اكبر من او تساوي 1؟ يس، الكي اكبر من او تساوي 1 لانها بتساوي 1. فهي برنت اف ايه على الشاشه؟ هي برنت اف الكي، يبقى هي برنت اف 1. طبعا 1 على الشاشه خلاص. وبعدين يعمل ايه بعد كده؟ يروح ينقص الكي، يخليها بتساوي 0، خلي الكي بتساوي 0. ده ليه خلى الكي بتساوي 0؟ عشان عمل كي ماينس ماينس. كويس. طب لما الكي بتساوي 0 يرجع يتشيك الكونديشن، هل كي بقت اكبر من او تساوي 1؟ هل كي لسه اكبر من او تساوي 1؟ لا، الكونديشن بقى فولس. طيب انا هعمل بقى ايه؟ هعمل خط بالطول كده واقول لك معنى كده ان في 1 ايتريشن للكي خلصت، يبقى اللوب الاولانيه لما كانت كي بتساوي 1 بعد كده بقت تساوي 0، اللوب دي خلصت. بعدين يرجع يعمل بقى ايه؟ يروح يكمل اللوب اللي فيها الجي، يروح يكمل اللوب اللي فيها الجي. هاي برنت اف ان، معنى كده انه نزل على اول سطر جديد عشان يبدا يكمل من هناك. طب ولما هاي برنت اف ان، يبقى كده وصل لاخر اللوب بتاعت الفور. يروح يعمل ايه؟ يزود الجي، يخلي الجي ب2. فانا بقى دلوقتي هعمل ايه؟ هقوم كاتب جي بتساوي 2 هنا عشان بس اللخبطه، يبقى جي هنا بتساوي 2. مش عايز احطهم في نفس الكولوم عشان الدنيا ما تبقاش زحمه، لان الكي هنحتاج ان احنا نغيره تاني من الاول. فلما جي دلوقتي بتساوي 2 يروح يتشيك الكونديشن بتاعه، هل الجي اقل من او تساوي 5؟ يس، ان الجي ستيل اقل من او تساوي 5. فيعمل ايه دلوقتي؟ يبقى هيروح ينفذ اللوب دي لان الكونديشن لسه ترو. فاقوم قايل، يقوم قايل بقى الكي هتساوي كام المره دي؟ الكي هتساوي 2، لانه بيبدا اول مره، بيبدا اول مره بان الكي بتساوي جي، وجي حاليا ب2، فالكي بقت ب2. وهل 2 جريتر ذان اور ايكوال تو 1؟ يس، يبقى هيروح يبرنت اف، هيبرنت اف بقى ايه دلوقتي؟ هيبرنت اف الكي اللي هي كام؟ الكي اللي هي ب2. طب هل اللوب دي خلصت اللي هي بتاعت الكي؟ لا، لسه ما خلصتش. ليه؟ هيروح يقلل الكي، هيروح يصغر الكي بواحد، هينفذ كي ماينس ماينس. فلما يجي ينفذ الكي ماينس ماينس هيخلي الكي قيمتها بتساوي 1. بعد كده يروح يتشيك هل الكي دي اكبر من او تساوي 1، هيلاقي الكلام ده لسه ترو، لسه ترو، فهيروح يبرنت اف الكي اللي هي قيمتها بتساوي 1، قيمتها بتساوي 1، ويخلي الكي بعد كده يروح يعمل كي ماينس ماينس، يخلي الكي قيمتها بتساوي 0. لما خلى الكي قيمتها بتساوي 0 ايه اللي حصل؟ ها، يبقى كده خلص التكرار، لانه هيروح يتشيك على كي اقل من او تساوي 1 يلاقيها فولس، ولو لقى الكونديشن ده فولس يبقى هو كده خلص اللفه دي. فاحنا بنعمل ايه لما بنخلص اللفه دي؟ بنكلوز الكي، اقول كده اللفه دي خلصت، خلاص خلصت، عشان بس ابقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. وبعدين هيوصل للبراكت دوت، لا هيبرنت اف، يبقى هينزل على سطر جديد عشان المره الجايه يبرنت هنا. بعد كده يخلص اللوب دي، بعد كده يرجع يكمل نفس الكلام. هل محتاجين ان احنا نكمل تريسنج خطوه خطوه، ولا احنا خلاص استنتجنا كده الشكل الباترن هيبقى شكله عامل ازاي؟ لا تمام، استنتجنا هيبقى شكله عامل ازاي بالظبط. يعني دلوقتي انا هكتب، هكمل تريسنج بس من غير ما اعمل بقى ديتيلد ستيبس. يعني انا هكتب هنا اهو، هقول ان الجي هتساوي 3، وهقول ان الكي هتبدا ب3، بعد كده تبقى 2، بعد كده تبقى 1، بعد كده تبقى 0، وهقوم كاتب كده على الشاشه 3 2 1. انا عملت الخطوه دي ازاي؟ انا عرفت دلوقتي ان الكي بتبدا من قيمه الجي وتقعد تصغر،
لحد ما توصل للزيرو، وهي لما بتوصل للزيرو مش بتطبع. انا خلاص عرفت حفظت الباترن ده من اول سطرين طلعوا، فالموضوع بالنسبه لنا بقى ايه ستريت فورورد. فلو سالك الاوتبوت النهائي بتاع البرنامج ده هنكتبه بقى هنا هنا، عشان بس انا كنت بكتب بخط كبير عشان الشرح. هكتب هنا واحد، بعد كده اتنين واحد، تلاته اتنين واحد، اربعه تلاته اتنين واحد، خمسه اربعه تلاته اتنين واحد. ده شكل الاوتبوت اللي هيطلع. طبعا احنا بالارقام بنقدر نلعب اكتر ما كنا بنلعب مين بالاستريكس والكلام ده. يعني على سبيل المثال، لو انا كنت عايز اطبع الباترن مش بالشكل ده، كنت عايز اطبع 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5، كنت هطبعها ازاي؟ عايز بقى حد يقول لي التعديل اللي هيحصل في الكود، علشان بدل ما بيطبع 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 اللي هو الترتيب التنازلي ده، عايز اطبع ترتيب تصاعدي. يعني عايز اطبع 1 بعد كده 1 2 بعد كده 1 2 3، اعملها ازاي دي؟ هيفرق ازاي في الكود؟ ممكن اقلب الكي بقى مكان الجي صح؟ لا ازاي يعني؟ لا يعني هو مثلا انا دلوقتي انا عارف ان انا اخري لو خمسة، الجي فانا هتتغير، طب الفور جي حبيبي هتتغير اصلا ولا لا حاجه الجي خالص كلها مش صح؟ تتغير، الكي نفسها يعني هقلب زي الكي. هبدا من كام واخلص كام؟ الانيشال فاليو بكام والفاينل فاليو بكام والانكريمنت بكام؟ الانيشال فاليو او ب1 عامل الكي والانكريمنت بواحد، ب1، الانيشال فاليو كي ب1 صح؟ بواحد والكي اقل من جي. وهزود الكي بواحد، ولما الكي تكون اقل من او تساوي جي، اقل من او تساوي الجي صح؟ عرفنا نستنتج مسألة تانية ما كانتش مكتوبة هي دلوقتي صح ولا ايه؟ فالارقام بيبقى فيها ايه لعبة يعني، باترن يعني فيها شغل اسهل يعني عشان فيها variables اكتر. فهمنا المسألة دي، نروح لمسألة تانية ولا حد عنده سؤال؟ تمام يا دكتور، نروح السؤال اللي بعديه. تمام يعني الله ينور. تمام example 9 بيقول لك write a C program that reads the marks of N students and prints the number of students who passed، اللي هم جابوا أكتر من 50، and who failed who got less than 50. قبل ما نحل المسائل اللي فيها N students دي، احنا عندنا حاجتين نفكر فيهم. هل المسألة محتاجة تتحل عن طريق اللوبس ولا لازم لوبس مع arrays؟ هم دول السؤالين محتاجين نفكر فيهم. طب انا بعرف ازاي اذا كانت المسألة دي عايزة لوب، عايزة arrays ولا كفاية لوبس بس عشان تتحل؟ عايز بعرف ازاي؟ لو لقيته بيسألني على specific value زي ال 50 والكلام ده، يبقى انا مش محتاج arrays اصلا. لكن لو سألني على الافريج اللي انا مش هعرف احسبه غير لما اقرا كل عناصر الاري، يبقى دي محتاجة ايه؟ الريز. فهمنا ازاي؟ في مسألة، هم مسألتين بتجي لك بنفس الشكل كده، يقول لك عندك اني ستودنتس وعايز اعرف كم واحد نجح، كم واحد سقط، كم واحد جاب اكتر من الافريج، كم واحد جاب اقل من الافريج. خد بالك ان المسألة الاولانيه كم واحد نجح وكم واحد سقط ما بتتحلش بنفس الطريقه بتاعت كم واحد جابوا فوق الافريج وكم واحد اقل من الافريج. فهمنا احنا كنا الكلام ده اتكلمنا عليه بالتفصيل في محاضره الريز واحنا بنعمل انتدكشن ليكو على الموضوع ده صح ولا ايه؟ تمام. فهنا انا بسالك على سبيسيفيك فاليو، وانت عارف ان النجاح من 50 اللي هو اللي جاب فوق ال 50 هيبقى ناجح، واللي نجح هتزوده على الكاونتر بتاع الناجحين، واللي جاي الاقل من 50 يبقى ساقط، ولو ساقط هتزوده على الكاونتر بتاع اللي ساقطين. فتحلها ازاي؟ هي لوب واحده اصلا، هي لوب واحده وهي اف كونديشن واحد بس، لان اللي مش ناجح عكسه ساقط. انت عارف لو هو بيسالك كم واحد جاب ايه وكم واحد سقط، ها كنت محتاج تعمل اثنين كونديشنز، لكن لان هنا النجاح عكس السقوط انت محتاج كونديشن واحد بس جوه اللوب. فالمساله دي سهله قوي، خلينا نشوفها كده اتعمل ازاي. انت اول مساله بيقول لك فيها ان، يبقى انت اول حاجه هتايدنتيفاي هي عدد الطلبه، الان كام ستودنت بالنسبه لك، الاي ده الكاونتر بتاع اللوب، السكور ده اللي هو الدرجه اللي هتقراها، باس ولا فيل دول كاونترز عدادات يعد لك كام واحد نجح وكام واحد سقط. انت في مسائل الكاونتنج او مسائل الصم في العاده بتبدا الانيشال فاليو للكاونترز والصمز بصفار، عشان كده بدا في الاول قال لك ان باس بتساوي صفر، وبعد كده قال لك ان فيل بتساوي صفر عشان دول كاونتر. هيعد كام واحد؟ هيقرا عدد الستودنتس ان
وانس ان هو عرف الان هيعمل فور لوب من واحد لحد الان، هيبرنت اف دخل الدرجه، هتدخل الدرجه وتسكان اف يسكان الدرجه يسكان الدرجه، ولو السكور جريتر ذان 50 هيزود الباس، والالس هيزود الفيل. وانا بقول لك المساله دي مساله سهله لان الباس عكسها فيل، الباس عكسها فيل. ولكن لو انا طلبت منك مساله تانية وقلت لك شوف لي كام واحد جايبين فوق 80 وكام واحد جايبين تحت ال 50، لا دي عايزه اثنين كونديشنز، لان هنا الكونديشن الالس بتاعته مش زي المساله اللي قدامنا. يعني لو قلت لك واحد ما جابش فوق ال 80، مين قال ان هو جاب اقل من 50؟ مفيش حاجه تقول كده، ممكن يكون جايب 60 70، كل الكلام ده ينفع يعني. طب وبعد ما بتخلص هتبرنت اف النمبر اوف الباست ستودنتس والنمبر اوف الفيلد ستودنتس وخلاص. المساله كانت سهله يعني، شفنا زيها كتير وحتى شرحنا افكار مشابهه ليها قبل كده. بس مهم تبقى المسائل دي في دماغك، ان انت هنا مش محتاج اريز، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه ان مش محتاج غير سؤال واحد بس، ان هو جريتر ذان ايكوال تو 50، لان النفي بتاعه هو انه يكون اقل من 50. خلاص، إذا حسب المسألة بتاعتك بتشوف محتاج الريز ولا لا، وعلى حسب المسألة بتاعتك بتشوف محتاج كونديشنز تكون أكتر من اللي أنت كاتبه ده ولا كفاية كده. اتفقنا؟ المسألة دي كانت سهلة بس عشان يفكرك برضو بالأريز باللوبس قصدي. write a program to calculate the value of pi using the series infinite اللي هي شكلها كده. بيقول لك إن pi can be approximated by التيبل ده، يعني تكتب 4 بعد كده تطرح منها 4 على 3 وتزود عليها 4 على 5، وتطرح منها 4 على 7 وتزود عليها 4 على 9 ايه ده، كل مره بتزود وبعد كده تنقص، مره ترمي بتزود ومره بتنقص. تقدر تاخد الاربعه كومون فاكتور، يبقى 1 ماينس تلت بلس 1 فيفث ماينس 1 سيفنث بلس 1 ناينث، فتبقى ايه؟ تبقى واضح جدا ان في عندك شكل سيريس كده. طب احنا بالنسبه للسيريز دي، لو احنا في مساله كنا عملناها قبل كده زمان في الهوم وركس، ان انا كنت عايز اجمع شويه ترمات، فانا هعمل فاريبل اسمه صم، والفاريبل اسمه صم ده كل مره هزود عليه ترم. فانت وظيفتك في المسائل اللي فيها سيريزز وعايز تجمعها دي انك تشوف ايه الترم اللي انت هتزوده في كل حاله. يعني انت كل اللي عليك انك تجيب الحد العام. طب انا عايز اجيب الحد العام، اجيبه ازاي؟ يعني ايه الحد العام؟ اهو خلينا برضو نحاول نحط كده عشان نعرف نكتب براحتنا هنا كده. انا هكتب بعد كده همسح الكلام ده، مش مشكلة. الحد العام بقى بنستنتجه ازاي؟ اهو الحد العام، انا اول ترم بتاعي، اول ترم لما الترم تي بتساوي 1 كان قيمته بتساوي 4. طب ولما تي بتساوي 2 كانت قيمته بتساوي 4 على 3. طب ولما تي بتساوي 3 كانت قيمته 4 على 5. لا بس يا دكتور في حاجه غلط هنا، كان في ماينس. صح معاك حق. طب ولما تي بتساوي 4 هيبقى هنا عندي بيساوي كام؟ ماينس 4 على 9. طيب انا هقول لك شيل الحاجات الثابته عشان تعرف تستنتج الحاجات المتغيره وتعرف تجيب لها الريليشن يعني. فانا لما هشيل الحاجات الثابته هعمل كده اهو، بص اهو هعمل كده، الاربعه دي اتشالت، اتفضل مكانها كام؟ اتفضل مكانها واحد بس عشان انا شلت الاربعه. وهنا همسح برضو الترم ده كده واكتب مكان، واكتب مكانه كام؟ ماينس 1 على 3. بعد كده خليني بقى امسح بقى كل الكلام ده مره واحده واخلص. هو يتمسح كله. هو شغال بالجمله. هو ايه اللي بيحصل؟ خلاص هنا كان كام؟ قلنا 1 على 5. يعني مش مظبوطه. هو مضايقني بس مش عارف مظبوط معايا في الكتاب.
واحد على خمسة هو يبين كده ليه؟ واحد على خمسة وهنا ماينس واحد على تسعة. لو حد أخد باله من حاجة إن هنا كأن مكتوب واحد على واحد، فاللي في البسط دايما واحد، اللي في البسط مش دايما بس واحد. نيجاتيف واحد على سبعة أظن. أنا عاكس الإشارة يعني؟ لا سبعة مش تسعة. سبعة مش تسعة، صح مظبوط. الفكرة بس بالنسبة لنا إيه؟ إن في كأن في واحد في البسط دايما، بس الواحد ده بيغير إشارته مرة موجب ومرة سالب. واللي في المقام ده لازم يكون رقم اود، سبعة زي ما انت قلت، برافو عليك. فالارقام الاود دلوقتي هي دي الموجودة في المقام، واللي في البسط ده رقم بيغير اشارته مرة موجب واحد ومرة سالب واحد. الدنيا بيغير اشارتها مرة موجب ومرة جرب حط التي بصفر يبقى ناقص واحد أس صفر بكام؟ بواحد. طب جرب حط التي بواحد يبقى ناقص واحد أس واحد بكام؟ ناقص واحد أس واحد بكام؟ ماينس واحد. جميل. بعد كده ناقص واحد أس اتنين بواحد، ناقص يبقى دي، يبقى خلاص الباست خلاص الحمد لله عرفنا القصة بتاعته، عرفنا القصة بتاعت الباست دلوقتي اللي هو ايه، ناقص واحد أس تي. ممكن بقى تكون أس تي ولا أس تي، أنا بادئ تي من واحد، يبقى ناقص واحد اس واحد هتدي لك سالب واحد، يبقى انا كنت عايزها تي بلس واحد. يبقى ده الجزء بتاع الباست بتاعي او النيوميريتور ان انا هخليه ماينس واحد تو ذا باور تي بلس 1، وير ان تي ده اللي هو الترم رقم كذا يعني. طب بالنسبه للمقام احنا اتفقنا دلوقتي ان الاعداد دي كلها اود. طيب خلينا نشوف هنا، لما كانت التي بواحد ادالك واحد، طب لما التي باتنين ادالك ثلاثه، بعد كده تي بثلاثه ادالك خمسه، وتي باربعه ادالك سبعه، يا ترى ايه الفانكشن بتاعتنا اللي بتكون شكلها عامل كده؟ تبقى تتغير 1 3 5 7 لما تجيب 1 تدي لك 1 ولما تجيب 2 تدي لك 3. لو عرفت تستنتج الكلام ده تبقى ايه، الموضوع بسيط جدا. يبقى 2 في اس ماينس 1، 2 في تي في تي ماينس 1 ماينس 1. طب ليه 2 في تي ماينس 1؟ عشان لما اضرب 2 في 1 تدي لك 2 ماينس 1 يبقى 1. طب 2 في 2 ب 4 ماينس 1 تبقى 3، 2 في 3 ب 6 ماينس 2 ماينس 1 تبقى 5، 2 في 4 ب 8 ماينس 1 تبقى 7. تمام خلاص، يبقى احنا فعلا هو ده الاجابه الصحيحه. امسح بقى كل الكلام ده. مظبوط. تيجي بقى تشوف دلوقتي بقى هو بيقول لك البرنامج هيشتغل ازاي. يبدا في الاول خالص صم بتساوي صفر، متعودين احنا ان الصمز بتبدا بتساوي صفر، الاي بتساوي واحد، وان الاي اقل من او يساوي الان، وان الاي بلس بلس. ادي بقى موضوع الترم اللي كنا بنقول عليه، قال لك ان الترم الجديد هيساوي اربعه عشان ده ثابت خلاص، في باور اوف ماينس واحد واي بلس واحد، ده اللي هيخلي الاشاره تغير تالترنيت موجب وسالب على 2 اي ماينس واحد. هي ماينس واحد على 2 اي ماينس واحد، وبعد كده كل مره يزود الترم ده على الصم. هنا بيطبع كل ترم في السيريس بعد، يعني بيقول لك تقريبه الباي بعد ترم هتساوي 4، بعد ترمين هتساوي 2.6، بعد ثلاث ترمات هتساوي 3.46، بعد اربع ترمات هتساوي 2.89، بعد خمس ترمات هتساوي 3.33. هتلاقي ان هو عمال كده يكونفرج حوالين الباي، مره من اليمين اكبر منها ومره من الشمال اصغر منها، لحد ما في الاخر يوصل ان ده جود ابروكسيميشن. فانت كل اللي عليك في البرنامج دلوقتي انك هتقول الان بتاعتك بكام، والسيريز دي هتقعد تجمعها لحد ما تخلص ان تيرمز، يبقى انت كده خلصت الابروكسيميشن بتاع الباي عن طريق السيريز. يبقى احنا في الريفيجن النهارده شفنا مساله فيها تريسنج على النستد لوبس، وشفنا مساله فيها لوبس مساله سهله زي اللي فاتت، وشفنا مساله فيها سميشن وسيريسز والكلام ده. فانت حاول تخلي مساله دايما سهله انك تشوف تقسمها، تقسم الباست بيتغير ازاي، ممكن يكون بيتغير بفانكشن مختلفه عن تغيير المقام. وده المساله اللي كنا عطيناها لكم هوم ورك زمان خالص، اللي هي كان فيها فاكتوريال في المقام، وكانت مساله يعني ايه عملتوا فيها مجهود كويس يعني. تمام. هيكلمنا برضو على الوايل لوب، ازاي الفور نحولها الوايل. احنا شفنا الكلام ده قبل كده كتير، ان هو نفس البرنامج بقى هيشرح لنا عليه اللي احنا لسه حلينه من شويه صغيرين، يقول لك انا عايز احلها بالوايل مش عايز احلها بالفور. ف
فاحنا دلوقتي عندي ثلاث حاجات، عندي الانيشاليزيشن بتاع الفور والكونديشن بتاع الفور والانكريمنت بتاع الفور. ازاي الكلام ده يتعمل بالوايل؟ الانيشاليزيشن بيطلع بره الوايل، بيطلع بره الوايل قبل ما اعمل الوايل لازم اقول له اي بتساوي كام في الاول، والكونديشن اللي كان جوه الفور ده هو نفس الكونديشن بتاع الوايل، هو نفس الكونديشن بتاع الوايل، والانكريمنت بتاعت الاي بتكون اخر حاجه في الوايل ستيتمنت، اخر حاجه في الوايل ستيتمنت قبل البراكتس ما تتقفل. فده كده حولت الكود بتاعي، فهو هو بالظبط، مفيش اي حاجه تانية تعدي. كل اللي تم المراعاه بتاعته ان انا اشوف الاي وانيشيالي بكام بحطها قبل الوايل، والكونديشن بحطه جوه البراكت بتاع الوايل، والانكريمنت بتاع الاي بحطه في اخر الوايل ستيتمنت. في اي مفيش اي حاجه ايه صعب. خلاص احنا كده حولنا من فور لوايل. تمام تمام خلاص احنا كده خلصنا مسائل الموجوده في السلايدز. خلينا بقى نحط شويه مسائل احنا يمين عندنا نشرح بيها ان شاء الله. انا عايز اشرح مساله فيها arrays، عايز اشرح مساله فيها arrays. عندي array بالشكل ده وعايز مكتوب فيها كده 1 2 3 4 4 4. المسألة الأري دي فيها كم رقم؟ 1 2 3 4 5 6 7 أرقام. أنا عايز الأوتبوت بتاعي يطلع شكله عامل كده، عايز الأوتبوت بتاعي يطلع بالشكل ده، يطلع هنا مكتوب 1 ويطلع مكتوب هنا 1، يكون مكتوب هنا عندي 2 ويكون مكتوب هنا 2، يكون مكتوب 3 ومكتوب هنا 1 وهنا مكتوب 4 ومكتوب هنا 3. يعني عايز يعمل ايه؟ حد فينا قدر يستنتج ايه المسألة بتاعته؟ عايز يعرف يعمل ايه؟ محدش يستنتج السؤال لحد دلوقتي، محدش عارف انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعد كل عنصر موجود جوه الاري اللي اسمها ايه؟ موجود كم مرة؟ فمين العناصر اللي موجودين جوه الايه؟ ادي الواحد موجود جوه الايه، فالواحد يتكتب هنا، واقوم كاتب موجود منه كم كوبي؟ موجود منه كوبي واحدة بس. خد بالك ان الاي دي سورتد. انا بسهل بس عليك المسألة عشان ما تبقاش مسألة صعبة، انا عايز المسألة تبقى سورتد، ولو المسألة سورتد فالحل بتاعها بيكون سهل يعني ما فيهاش حاجة صعبة. وهنا عايز اشوف الاتنينات، عندي كام اتنينية؟ عندي كام اتنينية؟ عندي اتنين، فانا عندي الاتنين وعندي منها تو كوبيز، وعندي تلاتاية واحدة بس، تلاتاية وعندي منها كوبي واحدة بس، وعندي تلات أربعات، عندي أربعاية وفي منها تلاتة كوبيز. المسألة دي مشهورة قوي، بيسموها الهيستوجرام، بيسموها الهيستوجرام، هاو تو جنريت هيستوجرام فروم ديتا، انك بتشوف كل element في الداتا متكرر منه كام نسخة. ده مسألة الهيستوجرام. ده بس ايه؟ كأنك عملت اكس اكسس كتبت فيه 1 2 3 4 وعملت لي البلوت ده، البلوت هنا قصير عنده حاجة واحدة بس، عنصر واحد وهنا عنصرين وهنا عنده عنصر واحد وده عنده 3 عناصر. ده شكل الهيستوجرام. مسألة عندك array sorted، لو انت عندك array sorted فانا عايز اللي موجود عليه، مش حاسم طبعا، انا بجيب بس الكاونتس، عايز اجيب كاونت لكل عنصر. هنا مثلا ما كانش عندك ولا تلاتايه، يبقى مش هحطه اصلا، مفيش حاجه يعني مش هيبقى موجود اساسا. طيب نحل المسألة بقى دي ازاي؟ عايز حد شاطر يفكر معايا المسألة دي عايزين نحلها، نحلها ازاي؟ أقول لك الأري سورتد عشان أسهل عليك التفكير شوية. حد شاطر يقول لي يحلها ازاي؟ مفيش حد شاطر في الدفعه دي؟ كلهم قافلين الميكروفونات، يبقى مش قاعدين، يبقى انتوا مش موجودين، كله قافل الميكروفون. مش ممكن صح؟
مسألة سهلة، دي مسألة سهلة على فكرة. عايز اقول لك ان هي بلفة واحدة بس المسألة دي بتتحل، هي لفة واحدة وان لوب مش نستد حتى. دكتور ممكن اعمل لوب جواه سويتش كيس؟ لا انت اصلا مش عارف الارقام اللي جوه دي، ممكن تكون دي 100 500 400، انت مش عارف الارقام اللي جوه اصلا، هتعمل سويتش كيس ازاي؟ انا كاتبها لك 1 2 3 4 دي عشان تبقى سهله في الشرح، لكن مش لازم تكون كده يعني. انت ما عندكش اي انت كل الحاجه الوحيده اللي تعرفها ان الاري دي مترتبه وان فيها ان اليمنتس بس كده، لكن الاليمنتس دي ممكن تكون متكرره كتير، يعني كل اليمنت منهم ممكن يكون موجود منه كذا نسخه. فهي الميزه ان هي مترتبه ايه بس يا باشمهندس، ان انا لو العنصر ده متكرر فانا عارف ان هم متكررين جنب بعض، بس هي دي الميزه الرئيسيه يعني. انا مش محتاج ان انا ادور عليهم، مش محتاج ان انا اسيرش انت التفكير الطبيعي بتاعك انك هتقول لي ايه، انا هسيرش على كل عنصر في الاري موجود منه كام مره. لا، بس انت لو هتسيرش على كل عنصر في الاري كده هتعمل ايه؟ هتعمل لوب علشان تجيب العناصر اللي في الاري وكل عنصر تسيرش عليه، فالاوردر بتاعك هيبقى ان تربيع يبقى ان في ان. لكن انا مش عايز كده، انا عايز هي بلفه واحده بس اعدي على العناصر دي اللي مترتبه جاهزه اقوم مطلعها لك بشكل الايه الاثنين الاريز الصغيرين اللي جنبها على اليمين. طب خلينا نبدا نفكر كده خلينا نبدا نفكر كده نعملها ازاي المساله دي دلوقتي. انا اصلا ما اعرفش ان مكتوب هنا واحد، بس انا كتبت هنا واحد، يعني قصدي ايه، خلي الارقام دي كده خليها 10 ودي 20 ودي 20 ودي 30 ودي 40 ودي 40 ودي 40، فهنا مكتوب 10 عشان بس ما يبقاش اللخبطه موجوده عندك 30 40. ايوه خلي كده احسن، ليه؟ عشان ما يبقاش هنا واحد وهناك واحد يعني. انا بس عايز ايه، يبقى انا دلوقتي ال 10 موجود منها كوبي واحده، ال 20 موجود منها اثنين كوبيز، ال 30 موجود منها كوبي واحده، ولا 40 موجود منها ثلاثة كوبيز. نعملها بقى ازاي بقى؟ هفكر ازاي؟ على فكرة انا الحل لو انا عايز اقوله موضوع بسيط يعني، بس انا عايزكم تفكروا عشان لما انت بتفكر في الحل دي يطلع احسن يعني. ده فائدة ان المحاضرة انتراكتيف يعني. طيب خلينا نبدا من الاول خالص، انا هتخيل ان انا هحلها بالورقه والقلم، هحلها بالورقه والقلم بورقه والقلم. يبقى انا في الاول خالص عندي الاريز بتاعت الاوتبوت، خلينا نمسح بقى الكلام ده كله اهو. الاريز بتاعت الاوتبوت اول حاجه انا مش عارف السايز بتاعها بكام، بس عندي حد اقصى ليها. المفروض ان السايز بتاع الاري عمره ما يزيد عن عدد العناصر اللي موجودين في الاري الاصليه، ان اقصى حاجه ان كل عنصر يكون موجود مره واحده بس، صح كده؟ دي اقصى حاجه. فانا هعمل array، هعمل array طولها بنفس الطول بتاع الاري الاصليه، كويس، وهعمل array ثانيه طولها بنفس الطول بتاع الاري الاصليه. دي هيكون فيها الكاونتس ودي هيكون فيها الاليمنتس، تمام. بعد كده انا همسك اول عنصر في الاري، انا همشي هقرا اول عنصر من الاري، هروح اشوف مين او اوف اي اوف 0، جبت اي اوف 0 ده لقيته قيمته بتساوي 10، اول ما تلاقي قيمته بتساوي 10 هتقوم كاتب هنا 10 وتقوم كاتب هنا 1، صح الكلام؟ مظبوط ولا انا غلطان؟ مش انت كده بتحلها بالورقه والقلم؟ انا ما قلتلكش حتى تحلها بالكمبيوتر لسه، احنا بنحلها بالورقه والقلم. وبعدين خلاص هاجي على تاني عنصر، لو لقيته مختلف، لو لقيته مختلف يبقى لازم اكتب هنا عنصر جديد، لو لقيته مختلف يبقى لازم اكتب عنصر جديد، وهخلي الكاونتر بتاعه برضه بواحد لان هو ما ظهرش منه غير نسخه واحده. طيب لو هتاخد بقى العنصر اللي بعديه هتلاقيه، هل هو مختلف عن اللي فات؟ لا مش مختلف، يبقى كل اللي عليا ان انا اخلي ده كام؟ اخليه 2، اخلي ده كام؟ اخليه ده 2. بعد كده هاخد عنصر جديد اخليه الاقيه مختلف اقوم مزود هنا، واخلي الكاونتر هنا بكام؟ بواحد. بعد كده هاخد عنصر جديد لقيته مختلف يبقى هكتب 40 واخلي الكاونتر بتاعه بواحد.
لقيت عنصر جديد لقيته لا زي اللي قبليه، يبقى هزود الكاونتر اخليه باتنين، وازود الكاونتر اخليه بتلاتة، وهلاقي نفسي خلصت اللوب. يبقى خلصت، يبقى انا كده حليتها بالورقه والقلم، خطوه خطوه مشينا خطوه خطوه. يبقى دلوقتي واضح جدا، واضح جدا ان انت اول ما بتلاقي عنصر جديد مش موجود قبل كده بتعمل ايه؟ بتعمل حاجتين، بتعمل له مكان في الاري اللي اسمها element، وبتعمل له كاونتر في الاري اللي اسمها counters. صح الكلام كده؟ طيب ولو العنصر الجديد اللي انت قريته at a of 3 دوت طلع مش هو نفسه a of 2، يبقى انت بتتشك على مين؟ على a of i و a of i minus 1. يبقى انت بتتشك على a of i و a i minus 1. لو لقيتهم equal هتعمل ايه؟ متركزوا على هنزود الكاونت. تمام، لو لقيتهم ايكوال هزود الكاونت، لو لقيتهم مش ايكوال هعمل ايه؟ هكتبهم في الاليمنت. تمام، هزود اليمنت وازود له الكاونت بتاعه برضه اخليه بواحد. مظبوط كده يا شباب؟ حلو قوي. يبقى ده المساله دي عشان نحلها ونكتب لها الكود بتاعها مش هيكون كبير، بس انا يعني ايه هستسمحكم بس هنزل الحته دي انزلها تحت عشان اوسع لنفسي مكان في الكتاب. فانا هعمل الري اللي اسمها elements اهي 10 20 30 40، والاري اللي اسمها counts اهي 1 2 1 3، وهمسحها من فوق عشان اعرف اكتب الكود بس في نفس المكان ده. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ عايزين نكتب الكود بتاعنا. فهقول ان عندي دلوقتي int هنسميها ايه، واقوم اعرفها 10 ونقط نقط بقى لحد 40 زي ما احنا معرفينها، ماشي؟ عشان عرفناها. بعد كده هعرف اتنين arrays int el او سميها e بقى وخلاص، e of 7، وبرضو array تانية اسمها c of 7 خلاص. وهعرف متغير كمان اسمه i عشان ده اللي هيبدأ هو اللوب بتاعنا. فاضل علينا ايه بقى دلوقتي؟ هقول for i بتساوي i بتساوي كام؟ for i بتساوي 1 و i اقل من او يساوي 7 و i بلس بلس. هقول لك ان في غلطه كمان شويه في البرنامج دوت، بس انا بفكر بطريقتك يعني. هعمل الاتي، هقول if a of i، انا كنت عايز ابدا من زيرو معلش، a of i بتساوي a of i minus 1 بتساوي ساوي. لو الكونديشن ده كان ترو كنت هعمل ايه؟ لو بيساوي a of i بتساوي a of i minus 1 محتاج يعمل حاجه، ايه هي؟ هيزود يقول ان c of هي المشكله فين؟ عندنا هنا c of i دي هي c of something، هنخليها c of x بس. c of x plus plus انه هيزود ال x بايه؟ بواحد. هقول لك إيه ليه انا بفكر كده، انا ممكن اكتب البرنامج صح من الاول بس مش هيبان لك الفرق. else ان هما طلعوا مختلفين، يبقى هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هيقول ان ايه؟ ايه بقى انا سوري. هيقول دلوقتي ان ايه of x هتساوي a of i، وهيقول حاجة تانية وهيقول حاجة تانية، هيقول كمان ان c of x هتساوي 1. فاضل بس السؤال اللي هو السري بقى، فين الاكس دي؟ الاكس دي بتتغير ازاي؟
عايز حد يقول لي مين هي الاكس اصلا. وفي غلطه تانية موجوده في البرنامج دلوقتي لازم نكون اكيد شفتوها. يعني اول غلطه ان انا بدات هنا الاي من واحد، اي من زيرو. فلما انت تبدا اي من زيرو معنى كده انك هتشيك اي اوف زيرو مع اي اوف ماينس واحد، وده مش موجود اصلا في الاري بتاعتك. دي اول غلطه. فانت الصح بتاعها ايه؟ الصح بتاعها انك تبدا دايما من واحد. طب ماشي، لو بدات من واحد هتعمل ايه دلوقتي؟ هيسال على اي اوف اي بتساوي اي اوف اي ماينس واحد، هيسال على اي اوف واحد واي اوف زيرو هل هم بيساوي بعض ولا مش بيساوي بعض. لو مش بيساوي بعض فهو لازم يعمل دلوقتي اي اوف اكس بتساوي اي اوف اي وسي اوف اكس بتساوي واحد. طب مين هي الاكس بقى دلوقتي؟ السؤال بتاعنا مين هي الاكس؟ هي الاي ماينس واحد؟ لا، انت لو خدت بالك هنا الاكس هي الاندكس بتاع الاري دي. الاكس هي الاندكس بتاع الاري دي، يعني هنا الاكس كانت هنا اول مره بواحد، تاني مره هنا باتنين، تالت مره هنا بثلاثه، رابع مره هنا باربعه. هو ده المكان اللي هو الاري كان فيها سبع عناصر، بس انا هيطلع لي اتنين اريز كل واحده فيهم فيها اكس اليمنتس. الاكس دي الحد الاقصى بتاعها هيكون سبعه، لان لو كانوا كلهم مختلفين، بس لو كانوا في حاجات منهم متكرره فالرقم ده لازم يكون اقل من سبعه. فاحنا لازم في الكود اللي قدامنا ده ندور على طريقه نخلي بيها الاكس، نشوف الاكس تست بيها الاكس ازاي. فين امتى بقى احنا بنست الاكس؟ امتى بنست الاكس احنا؟ بس دكتور مش اندكس الاري المفروض بيبدا من زيرو؟ بيبدا من زيرو، بس انت ما ينفعش تقارن اي اوف زيرو باي اوف ماينس واحد. هل ينفع تقارن اي اوف زيرو باي اوف ماينس واحد؟ عندك حاجه اسمها اي اوف ماينس واحد؟ لا ما ينفعش. ما عندكش اي اوف ماينس واحد، احنا هنحلها كمان شويه. انا بقول لك ان دي مشكله موجوده، بس انت افرض ان انت عندك يعني هتبدا من واحد، فهي اللوب ده هيشتغل صح، هيبدا الاي من اي اوف واحد هيقارنها باي اوف زيرو، فده ينفع يتعمل. انا حاليا بس مش عايزك تسرح، احنا عايزين نجاوب على السؤال بتاع الاكس، بعد كده هرجع على السؤال بتاعك ده كمان شويه. هما مرتبطين ببعض باي حال من الاحوال. الاكس دلوقتي اللي هي المفروض مره بتكون بتساوي واحد هنا، بعد كده تبقى بتساوي اثنين، بعد كده تبقى بتساوي ثلاثه، بعد كده بتساوي اربعه. هي واضح جدا ان الاكس دي حاجه بتزيد، كاونتر بيزيد، ان انا لقيت عنصر جديد مختلف. طب انا بلاقي امتى عنصر جديد مختلف؟ هنا في الالس بارت. فكان يصح اول ما تشوف الالس بارت دي تقول لي اكس بلس بلس. اول ما تلاقي ان في عنصر مختلف هزود الاكس بواحد، واقوم حاطط الاي اوف اكس بتساوي الاي اوف اي، وبعد كده اخلي السي اوف الاكس دي بتساوي واحد. دول الثلاث حاجات اللي انت محتاج تعملهم اول ما تلاقي الاكس، اول ما تلاقي عنصرين مختلفين اللي هم ورا بعض ومش زي بعض. طيب يبقى احنا فحلينا مشكله ان الاكس دي بتيجي منين. فاضل لنا بقى الحته بقى اللي هي مرتبطه بيها جديا. انا بس عشان الزحمه في سطر هضطر ان انا امسحه، بعد كده نبقى نكتب بخط اصغر شويه. عايزين نشوف الاكس اول مره قبل ما اخش اللوب بتكون قيمتها بكام. وفي نفس برضو الوقت عايز احل المشكله اللي كان زميلنا بيسال عليها، ان ايه المفروض الاي بتبدا من مفيش، بتبدا من زيرو مش من واحد يعني. فانا في الاول خالص لازم اخد اول عنصر ده لازم اخد اول عنصر ده بالعافيه احطه هنا. ما لهاش حل، لان اول واحد لازم هيكون اول مره يظهر، عمره ما بيكون ما ظهرش قبل كده. فانا في الاول خالص هقول له ان اي اوف زيرو بتساوي اي اوف زيرو. بالعافيه. وهقول له كمان ان سي اوف زيرو بتساوي واحد. وهقول له كمان حاجه كمان، هقول له ان انت اكس بتساوي زيرو. بس هو كده البرنامج هيشتغل صح، مفيش اي حاجه غلط. في الاول خالص قلت لي ان اكس بتساوي زيرو. جميل، يبقى اكس واقفه هنا فعلا، مظبوط، اكس واقفه عند اول عنصر عند الزيرو. بعد كده قلت لي اي اوف زيرو اللي هي الاري اللي على الشمال تحت دي هتساوي اي اوف زيرو، فقام كتب 10. وبعد كده قلت لي سي اوف زيرو هتساوي واحد، يبقى كل الكلام ده مظبوط لحد هنا، الكلام ده كده كله صح. بعد كده تعمل لوب فور اي من اول واحد بقى، من اول هنا مش من زيرو، هتبقى اي اوف اي ماينس واحد اللي هي اللي قبلها. لو لقيتهم بيساووا بعض
كل اللي عليك انك هتزود السي اوف اكس بلس بلس، لكن الاكس زي ما هي ما اتغيرتش لان هو واقف عند نفس المكان بالظبط. طيب لو انت مش مصدقنا بقى، احنا هنروح نكتب الكلام ده ايه ان شاء الله دلوقتي في على الكود على الاونلاين اديتور اللي بكتب عليه يعني. تمام دكتور، معلش انا بس عندي سؤال. ايوه هو مش كده الكود ناقص؟ ناقص ايه؟ ناقص انك تعرف الاي، لان كده الاي مش متعرفه يعتبر. لا انا كنت معرفها بس انا في سطرين مسحتهم، بس انت لسه جاي دلوقتي ولا ايه؟ لا انا داخل من بدري بس انا لقيت بس مسحتهم ما حطيتهمش. في وانت سي واي اوف 7 برضه، انا كنت كاتب انت اي فيهم بس انت مش تمام. خلينا نحاول بقى ايه، انتوا شايفين كده السي كومبايلر ولا هو مش بيشير صح؟ شايفين السي كومبايلر ولا لا؟ مش باين ده، يبقى هو غالبا بيشير حاجه تانية اهو. لا يا دكتور اهو، لا مش عايز ده. طب شايفين كده؟ اه كده تمام. طيب خلينا هقول له انت ايه بتساوي، هعرف له احنا قلنا 10 20 20 30 40 40 40 صح كده، وقلنا انت اي اوف 7 سوري وانت ام سوري و سي اوف 7 والثالثه كانت ايه سميناها، والاي والاكس. الاكس سميناه بيساوي صفر في الاول، والاي ما كانش فيها مشكله. اول خطوه بنقولها بنقول ايه في الاول خالص، ام سوري بنقول له اي اوف 0 هتساوي اي اوف 0 لان دي فيها الاليمنت، وهقول له سي اوف 0 هتساوي واحد، وهقول له في حاجه تانية اكس بتساوي صفر. نعم حاططها فوق في الانيشاليزيشن، اكس بتساوي صفر. هو انتوا مش شايفين اكبر كده اكتر احسن كده؟ احسن صح. من كده هقول له هنا بقى فور اي بتساوي واحد واي اقل من سبعة او بتساوي سبعة. المفروض كنت تقولوا لي اقل من سبعة بس ما ينفعش تساويها. واي بلس بلس هسأل سؤال، اف ان اي اوف اي بتساوي اي اوف اي ماينس واحد هيعمل ايه؟ في الزين بارت هيعمل ايه هنا بقى؟ احنا قلنا هيعمل حاجه واحده بس، هيزود c of x بلس بلس، هيزود الكاونت بتاع x الالس، هيعمل كذا حاجه. اول حاجه هيقول x بلس بلس، بعد كده هيعمل ايه تاني؟ هيعمل ايه تاني يا شباب؟ انتوا نايمين شكله. e of x هتساوي e of i، e of x هتساوي e of i، و c of x هتساوي واحد. تمام كده ولا ايه؟ هتأكد بقى ان البرنامج ده خلص مظبوط. انا بس ايه فورس يعني عشان نتأكد بس، هنحط هنا curly braces ملهاش لازمه بس نحطها برضو. بعد كده هقول له لوب تانية فور اي تساوي 0 واي اقل من 7 والاي بلس بلس، هقول له برنت اف خليها ماشي برنت اف في المية دي
هقول اي هنا في المية دي اي بتساوي و سي بتساوي في المية دي برضو. واقول له هنا بقى اقول له يا شباب اقول له اي اوف اي و سي اوف اي. طب هو انا المفروض اقولها ازاي؟ بلاش هنا اي اقل من اكس اي اقل من اكس عشان ما يقعدش يكمل لحد سبعة وهو مش محتاج يوصل لحد سبعة اصلا. خلاص خلينا نشوف كده ايه اللي هيجرى في البرنامج ده. مش محتاجين هنا حاجه ثانيه. هوبفلي بقى يكون شبكت بقى اخطاء في الكتابه يعني نشوف هيشتغل ولا مش هيشتغل. ورنينج ايه اللي مش عاجبه؟ هو احنا بنعرف الاري كده صح ولا غلط؟ هو مش عاجبه الانيشاليزيشن بتاع الاري. هو معاه حق بصراحه. خد بقى كده اهو قال لك الاي بتساوي 10 الكاونتر بتاعها بواحد الاي بتساوي 20 الكاونتر بتاعها باثنين الاي بتساوي 30 الكاونتر بتاعها بواحد بس احنا المفروض نكمل لحد الاخر. رجع لي كمان الاي بتساوي 40 والكاونتر بتاعها بيساوي 3. خليه هنا باك سلاش ان احسن عشان يبقى شكلها احلى في المثال. اهو شفنا اشتغل صح اهو من اول مره. اي بتساوي 10 والسي بتساوي 1 والاي بتساوي 20 والسي بتاعتها بتساوي 2 والاي بتساوي 30 والسي بتاعتها بتساوي 1 والاي بتساوي 40 والسي بتاعتها بتساوي 3. طيب تمام. هل فهمنا المساله دي؟ المساله دي مساله صعبه. لو انت فهمتها يبقى انت كده ايه الحمد لله الدرس بتاع الاريز بقى تقدر تربط وان اري باذر اريز وان سو اون. فدي مساله من المسائل اللي هي التفكير بتاعها لازم تعمله كده بالراحه واحده واحده زي ما احنا عملنا كده بالظبط. طب الفكره بقى دلوقتي ان المساله دي كانت سهله ليه؟ مش معنى انها سهله قصدي انها بتخلص بلوب واحده بس. ده قصدي كلمه سهله هي اللوب نفسه غلص بس هي لوب واحد بس مش اكتر عشان الليسته سورتد عشان الليسته سورتد. فلما تكون الليسته سورتد بيكون الموضوع بالنسبه لك اسهل في ان انت ايه هتاخد وقت اكزكيوشن اقل بكتير. طيب اوكي لحظه واحده هحاول اساعد برضو اكتر. عايز اعرف لو عملت كوبي للبتاع ده هنا هيحصل له اهو. بص بقى ادي الكود كمان اهو بقى موجود عندك الكود في السلايدز لو انت يعني انترست تشوفه يعني. تمام دي مساله احنا قلنا سميناها مساله ايه دي الهيستوجرام انك بتطلع هيستوجرام لاي اري. طيب في مساله ثانيه شبهها بس اسهل منها يعني. المسألة دي اسمها ازاي بتجيب الدريفيتيف. هل فينا حد يعرف يعني ايه دريفيتيف؟ هل حد فينا يعرف يعني ايه دريفيتيف؟ محدش يعرف يعني ايه دريفيتيف خالص؟ ادي يا سيدي ده اللي اهي مرسومه بالشكل ده. لا بس الداله دي غلسه انا مختار داله غلسه انا هختار داله سهله بعرف افضلها يعني. ها داله شكلها عامل كده اما تيجي تفضلها هيطلع شكل التفاضل شكله عامل ازاي؟ هيطلع شكل خط مستقيم كده خط مستقيم كده كونستانت يعني هو اصلا كانت معادله خطيه واي بتساوي اكس بقت ايه؟ التفاضل بتاعها بيساوي واحد دايما. طيب احنا هنا بالنسبه لنا ما بنبريزنتش الداله بالشكل ده. احنا بنبريزنتها ازاي؟ احنا بنبريزنتها ادي الاكس بتاعتك اكس بتساوي 1 لحد اكس بتساوي 10 هنا الواي مره بتساوي 1 كده هنا 2 الواي بتساوي 2 وهكذا وهكذا 10 بشكل عام كده. فانت كانك في الكمبيوتر بتريبريزنت مين فاليوز من الداله مش بتريبريزنت الداله نفسها. يعني انت ما عندكش في الحقيقه في الكمبيوتر ما عندكش الداله ما بين 2 و3 عندك الداله عند 2 بتساوي كذا وعند الداله عند 3 بتساوي كذا.
فده شكلها عامل ازاي؟ ايوه شكلها بالظبط كده زي ما انتوا قلتوا. انا عندي الاي من 1 لحد 10 وعندي الواي بتاعتك هنا بتساوي كام؟ مره كانت بتساوي 1 وبرده هنا كانت بتساوي 10. وده هنا ده الاكس وده الواي. طب لو دي الداله بتاعتك عايز تفاضلها، تفاضلها ازاي؟ بالكمبيوتر. عايز اطلع واي داش بقى بالكمبيوتر. واي داش المفروض انتوا تقولوا لي دلوقتي ان واي داش هتساوي 1 دايما، صح ولا انا غلطان؟ انتوا صاحيين ولا نايمين اصلا؟ ايوه ما حدث كده صح، مش انت المفروض كده تقول لي ان واي داش هتساوي دايما 1؟ اه. طب ازاي تجيبها بقى دي بالكمبيوتر؟ ازاي تجيبها؟ ب very very simple equation. هشوف لو على عند كل اكس نفس الواي فكده معناه ان الواي مش بتتغير، يعني بتتغير بمقدار ثابت اللي هو الواحد اللي هو يعني نفس الرقم بتاع الاكس. لا انا كنت عايز حد يقول لي حاجه احسن من كده. انا طب انا هكتبها لك بطريقه اوسع شويه، يمكن انتم مش شايفين كويس، يمكن يعني مش شايفين كويس، انا هكتبها لك بطريقه اوسع شويه. انا بس عايز مش عارف اسكرول، هعمل ورقه جديده وخلاص. انا بقول لك ركز بس معايا شويه ماشي. اكس وادي الواي وانا عايز احسب واي داش ماشي. انتوا خدتوا رياضه في ثانويه عامه صح؟ كلكم خدتوا رياضه في ثانويه عامه؟ لا انا مش ثانويه عامه، انا امريكان فما خدتهاش. قول ما تعرفش يعني ديريفيتيف؟ ما خدتهاش. لا خلاص. وهنا عندي هنا الواي بتساوي برضو 1 2 3 4 5 6 7 8 9. المختار لكم اسهل داله في الدنيا. الواي داش هي الريت اوف التشينج اللي هي التفاضل، ده تعريف التفاضل اللي هو الريت اوف التشينج. طيب انا هنا بتوين اكس بتساوي 1 و2، الواي اتغيرت ازاي؟ بقت برضو من 1 ل 2. والتشينج بتوين 2 و3 الواي اتغيرت 2 ل 3، والتشينج ما بين 3 و4 وهكذا. ده المعنى ريت. طب ايه ما تعريف ريت اوف التشينج؟ تعريف التفاضل اصلا هو واي داش عباره عن ايه؟ هي بتساوي اف اوف اكس بلس دلتا اكس ماينس اف اوف اكس على دلتا اكس. طب لما انا اقول لك دلوقتي ان دلتا اكس بتساوي 1، لما اقول لك دلتا اكس بتساوي 1 معنى كده ان واي داش بتساوي اف اوف اكس بلس 1 ماينس اف اوف اكس، صح ولا انا غلطان؟ حطينا دلتا اكس بتساوي 1 يبقى اف اوف اكس بلس 1 ماينس اف اوف اكس، معنى كده ان التفاضل هو ايه؟ هو واي داش هي الديفرنس بتوين التو اليمنتس دول، هياخد اللي بعديه ماينس نفسه ويكتب هنا 1 وهنا يكتب 1، ان هي 3 ماينس 2 ب 1 و4 ماينس 3 برضه ب 1 و5 ماينس 4 برضه ب 1 و6 ماينس 5 برضه ب 1 و7 ماينس 6 برضه ب 1 و7 8 ماينس 7 برضه ب 1 و9 ماينس 8 برضه ب 1 و10 ماينس 9 برضه ب 1. عرفت ازاي التسع وحيد؟ على فكره هيطلع تسع وحيد مش 10. ليه؟ لان هنا ما عندكش حاجه تروح منها هنا في الهواء، هو دايما السيجنال بتاعت التفاضل اقصر من السيجنال الاصليه بواحد، ساعات بيزودوا صفر كده ايه عشان يخلوها نفس الطول يعني. بس احنا مش هنزوده، احنا مش هنزوده. احنا بس هنعمل ديفيوز. يبقى دلوقتي التفاضل بتاع اي ديسكريت سيجنال، خد بالك ايه الفرق ما بين تعريف التفاضل في الماس؟ ان الدلتا اكس بتقول للزيرو، ده الماس. لكن في الديسكريت سيجنال زي الاريز اللي عندنا دي، لا الدلتا اكس بتاعتنا بتساوي 1 او بتساوي رقم تاني مش لازم 1 يعني، بس ما بتساويش 0 يعني. فدلوقتي لو انا جبت لك داله وقلت لك اعمل لي التفاضل بتاعها هتعمل ايه؟ هتقول اف اوف اكس بلس دلتا اكس اللي هي اف اوف اكس بلس 1 ماينس اف اوف اكس. طب دي محتاجه تتعمل بكام لوب دي؟ محتاجه تعمل بكام لوب دي؟ 2. لوب واحده بس، انت هتعدي على كل اليمنت تطرحه من اللي بعديه بس. يعني هعدي على العنصر ده كم مره؟ هطرحه كم مره؟ هطرحه مره واحده بس من اللي وراه، وده هطرحه كم مره؟ مره واحده بس برضه من اللي وراه، مره واحده. لان ده هيكونتريبيوت هنا مره واحده، وده هيكونتريبيوت هنا مره واحده، وده هيكونتريبيوت هنا مره واحده، هكذا. هي لوب واحده جدا، واحده سهله جدا ما فيهاش اي حاجه يعني.
دي طيب نسيبها لكم هوم ورك تكتبوا الكود بتاعها وتبعتوه لنا ان شاء الله. انا شرحت لكم فكرتها اهو، مساله سهله ما فيهاش اي حاجه. المساله اللي شبهها مساله الانتجريشن، انا هشرح لك مساله الانتجريشن بس برضو هسيبها لك هوم ورك تعملها يعني. طيب ادي مساله الانتجريشن، مساله الانتجريشن بيكون عندك داله بالشكل ده. برضو انا بتكلم على دوال ديسكريت بقى، محدش يقول لي انت ادي هنا عند واحد وهنا اتنين وهنا تلاتة وهنا اربعة وهنا خمسة، سمي ده الاكس وتسمي ده اف اوف اكس ماشي. هنا مرة كانت بتساوي تلاتة ومرة بتساوي سبعة ومرة بتساوي اتنين عشرة قصدي او اتناشر، كده بتساوي هنا خمسة وهنا بتساوي تسعة. ده اكس واف اوف اكس موجود عندك. الدالة الانتجريشن بالنسبة لنا احنا في الديسكريت ماس بيسموها الكوميوليتيف سم. الكوميوليتيف سم يعني انا هكتب هنا 3 زي ما هي، وهكتب هنا 3 زائد 7 ده هنا 10، وهنا هكتب 3 زائد 7 زائد 12 يبقى هنا 22، وهنا 3 زائد 7 22 زائد 5 يبقى كام؟ 27، وهنا 27 زائد 9 يبقى 36. فالفانكشن بتاعت دالة التكامل دايما بتكون زيادية، مونوتونيك، بتزيد، لازم تزيد بالنسبة لنا، اللي هي مجموع كل القيم اللي قبليك. يبقى دلوقتي انا عايز اعمل داله بتعمل حاجه اسمها الكوميوليتيف سم، اسمها الكوميوليتيف سم، كم سم ده الاسم الكومون بتاعها يعني، اللي هو بيقعد يجمع كوميوليتيف. كوميوليتيف يعني بيزود كل مره المجموع بالرقم الجديد اللي هو قراه على المجموع القديم. فبرضه دي بتتعمل بسنجل لوب، بتتعمل بسنجل لوب بلفه واحده. يبقى مساله الانتجريشن ومساله الديفرنشيشن اللي هما دول بيسموهم ديسكريت. ديسكريت يعني مش كونتينوس، مش زي الدوال اللي انت كنت بتشوفها في ايه زمان بقى وانت في الثانويه العامه في الرياضه، كان بيجيب لك داله اسمها اكس يكملها تطلع اكس تربيع والكلام ده. لا احنا هنا مش بنكمل في الاكس، احنا بنكمل على الفاليوز نفسها، على الفاليوز نفسها. فدي بيسموها ايه؟ الكوميوليتيف سم. يبقى تفاضل الديسكريت هو اللي انت بتطرح اف اوف اكس بلس دلتا اكس ماينس اف اوف اكس على دلتا اكس، وهنا بتعمل حاجه اسمها الكم سم ماشي، او الكوميوليتيف سم. المسالتين دول هنسيبهم هوم ورك ليكم ان شاء الله، يكونوا برضو ايه فيهم افكار ظريفه بحيث ان انت تبقى شفت ان الاريز بيستعملوها ازاي، بيستعملوها في حاجات كتيره قوي يعني، مش بس ان انا شويه عناصر وبرتبهم وخلاص. تمام. حد عنده اي سؤال؟ لا تمام شكرا. طيب انا مبسوط جدا منكم ان انتم فضلتوا مصابرين وقدرتوا تحضروا لحد اخر محاضره في الريفيجن، فده شيء ممتاز. المحاضره الجايه هتكون اوفيس اورز، يا يوم الاثنين 11 يا يوم الثلاث 11، يعني حاجه تكون مناسبه ليكم اكتر، علشان لو حد عنده اي اسئله. والمسالتين اللي احنا ما حليناهمش ما كتبناش الكود بتاعهم دول، هنكتب الكود بتاعهم لو ما كتبتوش عملتوهم في وسط الاسبوع. تمام خلاص، متشكر جدا ونشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله موفقين باذن الله.